انا ديني عبد دي الصحراني اللي عادوا معدي بالعكس لان الحال جواب من عندهم ولان ملي الحال جواب علاش احنا ما نحسوا سلالمنا جواب عندهم لان الحانوت الحوار مفتوح ولا حياة للانتنابي ونقول لهم عنا رانا صابين مناضلين كاملين وحدين جايين بل قلوبنا معكم وسيوفنا مع معاوية والقلب المعاوية انقيسوا احنا قاعدين هون اللي قاعد هون مرحلة واللي قاعد هون يتلف راسي سمعتوا والحق ينتفع ولا يعطى ولما شافوا سلسوعة دخلوا المدسين عدلوا رفعته احنا نبالنا سيني نبالنا مشروع في اطار الزعوية اللي تردد في التربزات في اطار عم نستخدم خيراتنا الى عدتوا التنسى تعدلوا لنا الاستهلاك الاعلامي احنا رافضينه احنا ندوش على ارض الواقع اولادنا يتطش على اسمارهم اولادنا يبتطف المقرات اولادنا يموتوا من الاغلاق من اجل لقمة العيش وهذا حال انا لما يفضينا واش عباد الله واحد باغي يقتل راسه على خدمة ولا يكلف العالم كلف الصحراء وحدة ما كلف غيرهم في الصحراء وحدة الولدات باغي يموت او ينتحر من اجل لقمة العيش هذا حرام هذا عيب هذا كل اللي يردوا يقول عنا مستعدين احنا ما مستعدين يعني الواقع ما والو ما خارج شيء الهدرة الاستهلاك الاعلامي ظالم اهل الصحراء مستعدين ظالم انا ما اتكلموا عن وحدين ما نجي بالنسبة للعامة اهل الصحراء جمع سكان الصحراء مليون في 200,000 صحراوي صافي قسم لك شيء على الشيء تعب على مستعدين والو يعني النبتر بهذه المسرحية اللي في سطرات اللي مائي ماء وامتحان هذه مهزلة والنتيجة محسومة من الإدارة المحلية والإدارة العامة وأعمال العيون احنا ندعو إلى عاد شي معدل للصحراويين يعدل فرض الواقع ما يفكر فاز كم حيضة ولا في فاز العيونة ولا في ديزين ولا في اتحاد الوطني بالهداء العبر الواقع اهل الصحراء يستفادوا كل هيك بتحقوا ماشي جاي يدير وقفه ما تطلعش باغي الخدمه خليه يزكي وخليه يعبر عن حقه ياك تقطع لك عطي حقه خليني اعفو عنه يكذب ولكن الكذب ما من احنا الكذب من ذاك اللي راه مش الكذاب عن السهره متبرعين صحوا على حالهم ما انتبه احد خالية الخيمة واللي قال علينا حق الإمام بالواقع والحمل المسؤولية للجميع لأننا ما ندوش غير حقنا من أعطانا حقنا ما عندنا مشكلة ما عندنا مشكلة مع حد لا دولة ولا إدارة محلية ولا إدارة عامة احنا ندور حقنا نستفادوا منه كباقي العمال إلا بغيتوا ما يهدد السلم الاجتماعي راكم الدورة تهدوه راهو زي من 76 إلى اليوم أنتم ما تحملوا مسؤولية التصعيد الإدارة الدولة الإدارة العامة يتحملوا مسؤولية أي تصعيد هذه الأذان السماع هذا الحوار المقفول يتحملوا مسؤوليته قفلوا عليك الساعة شوفوا شو عدل قامك دايما زيك أنا كنت أتحمل مسؤولية أنا وقع شيء يابسك فرطوا الحوار إلى 2010 جاك دايما زيك عدت التهم والاتهامات لا أساس لها من الصحة الناس طالب إلا بحقوق اجتماعية أما حقوق سياسية عندي أهلا لا علاقة لنا بها عندي أهلا كما كنا أتكلم معاهم كنا أتناقش معاهم في الدول الأوروبية وفي أمريكا حنا تضربوا حقها حقوقنا الاجتماعية المحضة حقنا مشروع والسمت وإحنا وأخيرا سابق الإنسان انطاردوا بهدماش أرملة فالشهيد العمل كباقي شهداء العمل في فلوس بكرة أو المكتب الشريف بفساد أو أحد أخرى عائلتي بدون تمييز أو عنصرية احنا الجواب اللي جانا على حقوقنا وعلى إدماش عملة فيصل عنا مهمشين مكسيين مكسوذة من الإدارة لأن فاتحة قافلة الحوار لا حياة للانتنابي نحمل جميع المسؤولية ونقول لكم سابقا تسالوا التكوين اللي جايين به هذه المندسين من النقابات ومن الإدارة لا أساس من الصحة ها شاكر
يقدر يتكلم معاكم، يتكلم معاكم بشي مكتوب، سنين الإدارة العامة، بروتوكول واضح، البند 9 واضح، اللي عنده شيء يجيبون لنا المسألة، الله يعين. إخوان الحضور من العمال الفسفاطيين ذوي السلالم الدنيا، نشكر العمال الفسفاطيين المتضامنين من أجل إرسال رسالة من الجسم الفسفاطي واحد. أولا تحية نضالية جميع أحرار العالم، تحية نضالية إلى كل المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم المعتقل الإنجليزي، تحية نضالية إلى كل المعطلين، تحية نضالية إلى قيدوم النقابيين الفسفاطيين سيد أحمد دية، تحية نضالية إلى كل الحركات النقابية الداعية إلى الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نقف في الوقفة رقم 6، أول شيء نبدو التدخل الهمجي اللي قام معطلين بشارع سمارة، وبالتالي نبدو به بصفة مرة ثانية بعد لك الكوري. الآن نقف في الوقفة رقم 6 من أجل مطالب واضحة. أولا إدماج أحد ذوي الحقوق بالنسبة لشهيد العمل فيصل الحرشاوي بعد تعهدات الإدارة العامة في سنة الوفاة. هل هي كانت رسالة من أجل أننا نسكت عن حقه؟ نريد من الإدارة المحلية تعطي أو تطبق تعهدات الإدارة العامة. بالنسبة لحبس سلالم الدنيا كان قانون واضح من المرسوم الوزاري، كان وزارة وسيم قال الطاقة والمعادن مرقت في 2010 ضرورة سن تدابير نائية الحذف من سلم واحد لسلم أربعة، في توجه حكومي أنه آخر سلم يعرف الوظيفة العمومية وشبه العمومية هو خمسة. يعني اللي كنت حدثه في 2011 أي قطاع في الوظيفة العمومية الشبه العمومية كان هو خمسة، الآن الحكومة تتسابق على ستة، مازال قطاع الفسفاط اللي هو شبه عمومي فيه ثلاثة وأربعة. بالتالي تساؤل أن هناك قانون وزارة وصية خاصة تضغط من أجل تطبيق القانون. إذا كانوا ينتظروننا أن من هذه الوقفة السادسة مازال حضور مكثف، مش هذاك الزمن ديال الوقفة من أجل المطالب ما هي اللي مرفوعة. مش هذاك الزمن أننا مطالبنا واضحة بدون خلفيات بدون حلف سلالم الدنيا. نقطة أولى إدماج أحد ذوي الحقوق بالنسبة لفيصل الحرشاوي. بالنسبة للمسألة الثالثة أننا نطالب بالمساواة لا نطالب بالاجتهاد. دخلنا لقينا أن شركة فيسبوك راه كتعطي البقعة والدعم، ضروري أنها تستمر في نفس المنهج. احنا قلنا نطول أنها عنصرية ما تهمش، كيفاش أنه إلى حدود 2012 625 مستفيد من البقعة السكن، في 2013 و14 كان الناس سكن وبكوطة، مع العلم أن الكوطة اللي ما استفادها العام، العام سكن انتقص الدعم المادي.
هو خطاب ما نعرف انا كيفاش دعم مادي كيفيكس عند نظام فيسبوك راه كينقص. بالتالي احتجاجاتنا لتم مستمرة الى حين تعليق المطلب. الان بدات الادارة المحلية في التشاهد صيفتك النبيات من اجل الاشاعات، يقولوا لهم ان الاشاعات جوابها هو الوقفة، الوقفة مستمرة، الاحتجاجات مستمرة، لحد الان مازال ما لحقنا الانتاج، مازال وقفاتنا خارج اوقات العمل. الخطوة القادمة في حل التعنت والتهميش وسياسة الأذان الصماء وسياسة النعامة لتعطوا خطوات أكبر. مسألة أخيرة من دور نبدأ بها أن الصحافة المحلية ممثلة في التلفزة اللي هي عمومية للشعب كامل وقفاتنا ما كتمشي، كتعطي الكلمة للمدير الجهوي، تعطي الكلمة من أجل يعطي مشاريع وهمية، وإحنا اللي واقفين في أرضية الميدان مع العلم اللي أرسلناهم عشرات المرات، لا القناة إذاعة العيون الجهوية ولا القناة الثانية ولا جميع المواقع. بالتالي إذا كان هناك تعتيم صوت حناجرنا سيصل إلى الرباط، صوت حناجرنا سيصل إلى كل المدن. بالتالي خطاب أن فوسفاتي كيعيش مزيان حنا كنجسدوه في الشكل رقم 6 من احتجاجنا. بالتالي المسيرة القدام نفس طويل إلى جبنا حقوقنا في ظرف عام نكسب، لكن اننا نسكتوا خمس ايمان فايته ونزيدوا خمس ايمان جايه هذا هو الشيء. بالتالي ضروره الصمود وطول النفس، لا داعي للاشاعات، ما نقررون في حد. الواقع هو انه اي ورقه مكتوبه هي اللي نتعاملوا معها، بالتالي اي مخطط ما في حبس سناني والدنيا احنا من هون كما قال الاخ الكوري مقاطعه. السلام عليكم ورحمه الله.